ده وضع في الحياة فعلا مبدأنا اسأل علينا يا ابني لو مش مصدقنا جبناها من تحت السفر بسرعة بدأنا ولا مرة افتارينا على حد واتجرعنا طبعا رسالة للي حطتني جوه تابعت الحفلات الاخيره اللي اتعملت وعدم التزامه بالتعهد اللي كتبه وعدم التزامه بالكلام اللي اتقال لنا قررنا وقف الترخيص اي حفله ليه